ناداني من يميني ولسه في بيناديني بيقول لي حصليني على بلد العجايب. الحيوان اللي عمال يندى عليه من يمينه وينط عليه من شماله ويزاوله ده يا جماعه الاشكال دي ما تندهش عليها، ده يتجاب متجرجر من لغليقه على الارض يتنتع يتنتع عشان يعرف ان الله حق او اديله بالطوف في صدره اللي هو فاتحه لنا في الكاميرا ده. ايه يا ابني جو طرزان اللي انت عامله لنا ده؟ وايه قصه سميحه ايوب اللي انت ضربها في شعرك دي؟ انتهت بطلت من زمان، فما تعملش في نفسك كده وتقرفنا. احنا معاك، احنا مش قادرين نستحمل بامانه ربنا، احنا اسفين لك، ما حدش هيندى عليك تاني. اي كلب يندى عليك تاني ما تردش عليه. عايز تغور في 60 ده هي تروح بلاد العجائب، غور روح بقى هنحصلك احنا على بلاد العجائب، روح دايركت ما تستناش حد، ما تسمعش لحد، ما تبصش لا يمينك ولا شمالك، مش ناقص اعرف بقى لم نفسك.